هل سألت نفسك شي مرة من المرات هل في نبي ما نفذ أوامر من أوامر الله؟ ولو ما نفذ إيش ممكن يصير فيه بحكم أنه نبي ليس إنسانا عاديا مثلا؟ وهل حقا يعني في موجود نبي ولا ما في؟ متوقعاتي يعني أنه النبي إنسان وأي إنسان يغلط، ولكن خلينا نزيد توقعاتي برا لأنه ممكن ندخلنا بشيء لا أرضي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ ماجد تمام. نجيكم اليوم قصة جديدة. ايش قصة اليوم؟ قصة سيدنا يونس عليه السلام. شباب هذه قعدت ساعة عشان اصلحها وانقتني وما صارت من تلذينة، لكن let's go نبدأ القصة. لكن قبل ما نبدأ القصة تنسون تصلون على النبي. من هو يونس عليه السلام؟ هو يونس بن متى الذي يعود نسبه إلى سيدنا سليمان عليه السلام، ويتصل نسبه بشقيق يوسف عليه السلام بنيامين. وقد ذكر ابن الأثير أن متى هو اسم والدته وليس والده، وأن الأنبياء لم ينسب أحدهم إلى والدته سوى يونس وعيسى عليه السلام. يونس عليه السلام والملقب بذي النون وصاحب الحوت، وهي قصة نادرة ذكرت في القرآن الكريم، وبعث الله تعالى إلى قرية عظيمة تسمى نينوى التي تقع في شمال العراق مقابل الموصل، ويفصل بينهما نهر دجلة. وكانت نينوى فيها عدد كبير من السكان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكانوا على الكفر، وظل سيدنا يوسف عليه السلام يدعوهم سنين وهم على كفرهم، ثم أنهم تجبروا وطغوا وهددوه بالأذى مثل ما صار بالأنبياء قبل يعني، وكفروا برسالة وصروا على عبادة الأصنام والأوثان. وقد قيل أن دعوة يونس عليه السلام لقومه استمرت 33 سنة وما آمن به أحد، عشان كذا شعر سيدنا يوسف باليأس من قومه، وعندها أنذرهم 3 أيام، وخرج غضبان عنهم وضائق صدره بعصيانهم، والله أعطاه الإذن أن ينذرهم 3 أيام ولم يعطيه الإذن أن يخرج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. والتأكيد أنهم مو قاصد أنه ظن أن الله ما رح يقدر عليه، أي بمعنى أنه يعجز عليه، ولكن المقصود أنه ظن أن الله لن يضيق صدره عليه ولن يؤاخذه بهذه المخالفة، لأنه قدم كل ما عليه في سبيل دعوة قومه ولم يستجب أحد. فذهب سيدنا يونس إلى البحر. في الوقت هذا بدأت علامات العذاب تظهر على نينوى، وأقبلت عليهم غيمة سوداء كبيرة، وبدأ يظهر من الغيمة الشر. ورأوا الغيمة في اليوم الأول عرفوا أن العذاب قد حل كما توعدهم يونس عليه السلام، وكانوا يعرفون ما حدث مع قوم لوط. فاجتمعوا رؤساءهم وقالوا: صدق يونس، والله هذا هو العذاب، ليس لكم نجاة من عذاب الله إلا أن تؤمنوا وتتوبوا. فآمنوا جميعا ولبسوا ثياب المرقع وأخذوا يكونوا ويتبكبكون يعني توسلون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة، وخرجوا على التلال. ثم أقبلوا عليه في هذا الحال في مشهد عظيم، ضارعين لله أن يصرف عنهم العذاب ويتوب عليهم ويستغفر الله، فرحمهم الله سبحانه وتعالى وصرف عنهم العذاب. ولم يشهد يونس عليه السلام هذا المشهد، أي ما شاف المشهد هذا لما خرج يونس عليه السلام من نينوى وأقبل على قوم وركب معهم سفينتهم. ويقول الله في سورة الصافات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أبق إلى الفلك المشحون. وكلمة إب تطلق على العبد الإبق الذي يهرب من الرق، يعني ترك قومه وذهب. فذهب سيدنا يونس إلى سفينة كانت مستحمة وثقيلة، فلما وصل بهم جميعا إلى عرض البحر تمايلت السفينة، أي يعني السفينة مباشرة صارت تمايل يمين يسار يمين يسار، واضطربت واهتزت. فبدأوا يخففون من أحمال السفينة وقالوا أنه لازم يتخلصون من بعض البشر عشان السفينة يخف حملها، وعملوا قرعة عشان يرمون الناس. فبدأوا بالقرعة، وأول من وقع عليه القرعة كان يونس عليه السلام، ولكن رفضوا أنهم يرموه لأنه شاب عليه آثار الصلح. فعملوا قرعة مرة ثانية، ومرة ثانية طلعت على سيدنا يونس عليه السلام، ولكن عشان شاب صالح عملوها مرة ثالثة، والمرة الثالثة يطلع سيدنا يونس عليه السلام، فيعني الثالثة سبعته فرموه في البحر للأخير. فالتقمه الحوت، وأوحى الله إلى الحوت أن لا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما. وعرف يونس عليه السلام أنه هو المقصود، وبدأ يلوم نفسه أنه شلون خرج من غير إذن الله، وهذه أول علامات التوبة أنه يلوم الإنسان نفسه. وانسجن يونس عليه السلام في بطن الحوت في رواية يقول 3 أيام، وفي رواية أخرى 7 أيام، وأكثر الروايات قالوا أنه 40 يوما كان محبوس في بطن الحوت، ولكن ما في أي شيء يثبت والله أعلى وأعلم. لما نزل به الحوت إلى أعماق البحر سمع أصوات غريبة لم يفهم، فأوحى الله تعالى له أنه تسبيح مخلوقات البحر، فبدأ هو كمان يسبح
يسبح مع المخلوقات قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى على الأنشط الرجيم: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان يونس عليه السلام بثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، فكان ظلام دامس لا يرى شيئا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فترك الدعاء واستمر في التسبيح، وكل ذلك بسبب خروجه من القرية دون استئذان من الله، لأنه رسول لا بد من أنه ينفذ أوامر الله بحذافيره، ما يزود أي شيء ولا ينقص أي شيء، لأن الأنبياء غير الأشخاص العاديين. في القصة هذه الله قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم لتذكيره بأنه ينفذ أوامر الله بدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه إلا استجاب له، فنجاه الله سبحانه وتعالى ونجاه من الغم، وكذلك ينجي الله المؤمنين. وسأل أحد الصحابة: هل دعوة يونس في بطن الحوت نجاة ليونس وحده أم لجميع المسلمين من بعده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليونس خاصة وللمؤمنين عامة. ألم تقرأ قول الله: وكذلك ننجي المؤمنين؟ فرمى الحوت يونس لمنطقة ما فيها شجر، كان مريض، كان جسم يوسف عليه السلام ملتهب بسبب الأحماض اللي في معدة الحوت. يقول المفسرون: ذهب جلده ولا يستطيع أن يتحرك، فظل مستلقي، وتحدث المعجزات وتنبت شجرة عند رأسه من يقطين، وهو نوع من أنواع القرع. قال المؤرخون إن الله اختار اليقطين لأن أوراقه كبيرة، فكان له ظل، وغطته حتى لا تؤذيه الرياح، وكانت فيها ريحة طيبة تؤنسه، والرائحة هذه كانت من خصائصها أنها تطرد الحشرات، فما تأتيه الحشرات للحمه. واختار الله له الشجرة هذه عشان تحميه من الأذى بأصنافه. ويقول المفسرون: وأرسل الله تعالى له أروي، وهي أنثى الوعل، والوعل هو الغزال الكبير، ما هو الغزال الصغير، الكبير، وهو أنثى الوعل. كانت تأتي حتى تصل إليه وتفتح رجليها فوقه، يعني فوق رأسه كده، وتفتح رجليها فتنزل درعها له، والدرع هو الثدي، ويشرب، فكان هذا طعامه، وظل على هذا الحال إلى أن شفي وقام صحيحا مرة أخرى، وكفله الله بالدعوة مرة أخرى، وأرسله إلى قوم آمنوا به. واختلف المفسرون هل القوم هذا هو قومه الأول أم قوم آخرون، ومن الممكن أنه عاد إلى قومهم ليذكرهم ويدعي قوما آخرين مع قومه، استجاب لدعوته إلى أن توفاه الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. ولم يذكر في القرآن أو السنة كيف توفي النبي يونس عليه السلام، ولكن يقال أنه دفن في المدينة التي ولد فيها، ويقال أنه دفن في المكان الذي أخرجه فيه الحوت اللي هو شجرة الأرطين، ولكن ما في أي شيء يثبت هذا. وكذا انهينا قصة سيدنا يونس عليه السلام، طبعا من أفضل القصص اللي أنا قلتها واللي أنا استمتعت فيها واللي أنا قريتها. إلى هنا كل وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا اللايك والاشتراك وحسابات المجلة تحت الدغة الوسط، تابعوني على سناب بعد، ومع السلامة.